التاسعة تماما بتوقيت الجزائر، موجز إخباري، أهلا بكم. بداية، استقبل أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد سالم ولد مرزوق. اللقاء حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج لوناس ماغرمان. وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد سالم ولد مرزوق أشاد في تصريح عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية بالعلاقات الجزائرية الموريتانية المتجذرة، مؤكدا حرص الجزائر على الارتقاء بهذه العلاقات وإعطائها دفعا قويا. حصل لي الشرف أن تستقبلني خامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد عبد المجيد تبون، وخلال اللقاء أبلغت بخامة الرئيس تحيات أخيه وصديقه وخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد الشيخ العزماني، وكما حملني صاحب الفخامة أن أبلغ تحياته لأخيه رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وخلال اللقاء كدليل بخامة الرئيس حرص الجزائر شعبا وحكومة على الدفع بعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وهذه فرصة لأذكر أن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين هي علاقات ضاربة في القدم ولها جذور مبنية على علاقات الدم وعلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين. وأشكركم. كما استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس أيضا نائب الوزير الأول لمجلس شؤون الدولة لجمهورية الصين الشعبية السيد ليو جيوز هونغ. اللقاء حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، وزير السكن والعمران والمدينة طارق بالعريبي، والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج لوناس ماغرمان. صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين المستشار لدى رئيس الجمهورية السيد بوعلام بوعلام مديرا لديوان رئاسة الجمهورية. بتكليف من رئيس الجمهورية يشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف الذي حل مساء أمس بالعاصمة الأوغندية كامبالا في الاجتماع الوزري لحركة عدم الانحياز المقرر اليوم وغدا، ويندرج انعقاد هذا الاجتماع في إطار التحضير للقمة 19 لحركة عدم الانحياز تحت شعار تعزيز التعاون من أجل رخاء عالمي مشترك. إلى تطورات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يواصل العدوان الصهيوني الهمجي قصفه لمناطق متفرقة من قطاع غزة لليوم الثالث بعد المئة بارتكاب المزيد من المجازر في حق الشعب الفلسطيني، مستهدفا فجر اليوم مدينة رفح وخان يونس التي شهدت اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال. كما قصف الاحتلال بطائرة مسيرة مركبة قرب مخيم بلاطة شرق نابلس أسفرت عن عدد من الشهداء والمصابين. أطلقت على إثرها قوات الاحتلال النار على طواقم إسعاف الهلال الأحمر ومنعتها من الوصول إلى المكان لانتشال الجثث ونقل المصابين. يحدث هذا مع توصل حركة المقاومة حماس والاحتلال إلى اتفاق يقضي بإدخال الأدوية وشحنة من المساعدات الإنسانية للمدنيين بقطاع غزة، خاصة المناطق الأكثر تضررا مقابل إيصال الأدوية التي يحتاجها الأسرى الصهاينة لدى المقاومة. هذا فيما تشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات واعتقالات بكل من مدينة طول كرم ومخيمها والخليل وبيت لحم.
رياضة الآن. وفي كرة اليد تنطلق اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة النسخة 26 لبطولة إفريقيا للأمم 2024 بمشاركة 16 منتخبا. هذا وسيستهل المنتخب الوطني اليوم مشواره في المنافسة أمام المنتخب الجابوني قبل أن يواجه المنتخب الليبي في الجولة الثانية يوم الجمعة القادم، وذلك ضمن المجموعة الثالثة. في الحدث الكروي الإفريقي كان كوت ديفوار، وعقب مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الأنغولي والتي انتهت بالتعادل بنتيجة هدف لمثله، أكد اللاعبون والطاقم الفني أنهم سيحاولون جاهدين تدارك النتيجة المحققة في المباراة الأولى في باقي مشوار هذه المنافسة. ليست هي النتيجة التي كنا نأمل تحقيقها. كنا نأمل أن نبدأ بقوة في هذه المنافسة من أجل الظفر بالنقاط الثلاث، وكنا نعلم أننا سنواجه منتخبا عنيدا أظهر في السنوات الأخيرة صعوبات في مواجهة منافسيه. سيطرنا على المباراة، استحوذنا على الكرة، خلقنا العديد من الفرص داخل منطقة الخصم، ومن خطأ واحد عدل علينا النتيجة. سيطرنا على المباراة، استحوذنا وخلقنا الكثير من الفرص، ولكن للأسف لم تجسد كلها. في الشوط الثاني ارتكبنا خطأ كلفنا هدف التعادل، هذا يدفعنا للقيام بعمل أكبر في مباراة بوركينا فاسو. الحمد لله وين لعبنا مليح، ربي ما كتبش، ان شاء الله الماتش الجاي ان شاء الله نديروا كل شيء باش نفوزوا. انا مقتنع ولدي كل الثقه بان لدينا منتخبا جيدا، قمنا بالكثير من الاشياء الجيده وسنكون جاهزين لمباراه بوركينا فاسو. الجماهير الجزائريه التي كانت حاضره في ملعب السلام صنعت اجواء حماسيه واستثنائيه طيلة أطوار اللقاء، معبرة عن دعمها للعناصر الوطنية طيلة المنافسة. ان شاء الله المقابلة اللي موراها نربحوا ونشرفوا لالجيري ونجح اليوم ما شاء الله، جابنا بيت كان قريب وجوار كثيرة. المقابلة كانت مليحة، الافتتاح هذا هو دائما يكون صعيب، مازالوا دو ماتش ان شاء الله نعودوا فيهم بقوة. خاطي احنا الماتش الأول ما نقدروش نحكموا عليه، الماتش الأول ديما يجي صعيب. أنا واش كتب ربي هني الماتش دوزيام ان شاء الله يكون ماتش مليح، نربحوا ونتكاليفوا ان شاء الله. ان شاء الله نتكاليفوا. لا فينا ان شاء الله بربي ان شاء الله، ما تقلقوا رواحكم ما والو. رانا اجواء افريقيه راك عارف، الواحد كيلعب في افريقيا دائما شي بريمي ماتش هكايا، وما زالت لنا المقابله الثانيه والثالثه ان شاء الله بربي. بخصوص نتائج مباريات اليوم الرابع من المنافسة الإفريقية، فاز منتخب بوركينا فاسو بهدف دون رد أمام منتخب موريتانيا، فيما انتصر منتخب ناميبيا على المنتخب التونسي بنتيجة هدف لصفر، وتغلب سهرة أمس منتخب مالي على منتخب جنوب إفريقيا بهدفين دون رد. إلى اللقاء.